السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم جوج شابيتر نيميرو أن، المادة ديال ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك، دوزيام باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونتابل. في هذا الفيديو إن شاء الله غنكملو على التتمة ديال الدرس الأول اللي هو لو مارشي. في الفيديو نيميرو أن شفنا لا ديفينيسيون ديال لو مارشي، شفنا لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، وكملنا بلا نوسيون ديال ليلاستيسيتي. الوغ كو في هاد لا فيديو ان شاء الله غنتعرفو على لي تيب دو مارشي سولون لوبجي، يعني الانواع ديال لي مارشي على حساب الاشياء اللي كتباع في هاد لي مارشي هادو. الوغ اون جينيرال كاين 4 الانواع ديال لي مارشي، كاين لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، كاين لو مارشي دو ترافاي، كاين لو مارشي دو شونج، اي لو مارشي دو كابيتو. الوغ كل مارشي غنشوفو لي زوفر اللي كيكونوا فيه، les demandeurs كذلك et le bien échangé et enfin on va voir le prix de chaque marché. بالنسبة le marché de biens et services est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service. Le marché de biens et services هو واحد المكان اللي كيتلاقاو فيه l'offre et de la demande، يعني العرض مع الطلب ديالاش ديال ان بيان او ان سيرفيس. شنو الفرق ما بين لي بيان اي لي سيرفيس؟ لي بيان نقدروا اننا نلمسوهم، يعني توشابل، بحالاش بحال لا فواتير، بحال باتيمون، بحال الكرسي، بحال. اما لي سيرفيس بحال السيرفيس ديال النقل، فرق ما بين لا فواتير وما بين ترونسبور. ترونسبور يعني الخدمة ديال النقل، اما لا فواتير هي الأداة اللي كتمكن انك دير هاد الخدمة. بحال الاتصالات بيان سور. alors que les offreurs اللي كيكونوا في هذا المارشي هذا هما لي زونتربريز. هاد لي زونتربريز هادو هما لي زوفر، هما العارضين، هما المنتجين ديال هاد لي بيان وهاد لي سيرفيس. alors que les entreprises ce sont des offreurs au sein d'un marché de biens et services. دابا نشوفو لي دومونتور. لي دومونتور عندنا لي ميناج. لي ميناج بحال مثلا العائلة ديالكم راه ميناج، واحد الطالب اللي كيسكن بوحدو راه ميناج. لي ميناج هما لي كونسوماتور، هما المستهلكين. لي زونتربريز كذلك كيتعتبروا كوم دي دوموندور. دي دوموندور دو كوا؟ دو ماتيير بروميير باغ اكزومبل. مثلا انا اونتربريز غننتج مثلا دي بيرو، شنو غنحتاج؟ غنحتاج الخشب. هاد الخشب هذا كيتعتبر كوم ماتيير بروميير، يعني غنشريه، غندوموندي، سي بون. كذلك ليتا، الدولة حتى هي كطلب. الوغ كو هاد les trois agents économiques, les ménages, les entreprises, l'État, qui s'attabrent comme des demandeurs au sein du marché de biens et services. Le bien échangé, يعني شنو اللي كيدور في هذا المارشي هذا، كيدور سواء ان بيان سواء ان سيرفيس. بالنسبه للبري، البري هو الثمن ديال ديك البيان او ديال ديك السيرفيس، هذاك هو لو بري دو مارشي. ندوزو دابا نشوفو لو مارشي دو ترافاي. Le marché du travail est un marché sur lequel se rencontrent les offreurs et les demandeurs de travail. Le marché du travail est un endroit où les offreurs et les demandeurs ont un travail. Les offreurs de travail, ce sont des ménages. مثلا حنا ملي كنمشيو نحطو السيفي ديالنا في شي شركه، راه حنا اللي كنقومو بالعرض ديال العمل ملي كتحط السيفي ديالك. الوغ كو حنا هما لي زوفر، اما لي دوموندور هما لي زونتربريز اللي كيحتاجو يعني اللي كيحتاجو لي ريسورس يومين، اللي كيحتاجو لي كولابوراتور، راه كيديرو دي زانونس سوا في لي سيت، سوا في لي جورنو، سوا في يعني في الشارع ملي كدوز كتلقى شي بلاكة مكتوب فيها شي انونس دو ريكروتمون. الوغ كو هاد لي زونتربريز سو سون دي دوموندور دو ترافاي. لو بيان ايشانجي سي لا فورس دو ترافاي اللي كيقدموها لي ميناج لي زونتربريز. هذا هو لو بيان ايشانجي في لو مارشي دو ترافاي. عقلوا عليها مزيان، هي لا فورس دو ترافاي. بالنسبه لو بري، سوا لو سالير سوا لو تريتمون. شنو الفرق ما بين لو سالير اي لو تريتمون؟ لو سالير هو لو ريفوني، يعني المدخول اللي كيدخلك من عند شركة. يعني ملي كنهضر على شركة كنهضر على القطاع الخاص، ما كنهضرش على القطاع العام. ولكن إذا كنت خدام مثلا مع الدولة، ولا مثلا يعني في بلدية، ولا أستاذ مع الدولة، ولا شي حاجة، راه كتشد ديك المدخول اللي كيدخل لك، راه كيتسمى تريتمون. سي بون، هذا هو الفرق ما بين السالير و تريتمون. ندوزو دابا نشوفو لو مارشي دو شونج. سي تان ليو
où se rencontrent l'offre et la demande de la monnaie nationale et de devises étrangères. يعني هو واحد المكان اللي كيتلاقى فيه العرض والطلب ديالاش ديال لا موني ناسيونال، يعني ديال العملة الوطنية بحال مثلا الدرهم، اي دو ديفيز اترونجير العملة الخارجية بحالاش بحال مثلا الاورو او الدولار. لي زوفر اللي كيعرضوا هاد لا موني هادي شكون هما دي سوسيتي فينانسيير، هما لي بيرو دو شانج. بيرو دو شانج اي كونسيديري كوم دي سوسيتي فينانسيير، شركات مالية. لي دومونتور شكون هما؟ سوا لي ميناج، يعني حنا ملي كنمشيو لدي بيرو دو شونج، اولا لي زونتربريز ملي كيبغيو يديرو دي زوبيراسيون على ليشيل انترناسيونال. يعني باش مثلا غتشري شي سلعة على برا، راه ما غتخلصهاش بالدرهم ولكن غتخلصها بالعملة ديالهم، سواء بالاورو او لا بالدولار. لو بيان ايشانجي سي لي دوفيز، يعني العملات. بالنسبة للو بري هو لو طو دو شونج. الوغ غنشوفو اخر نوع من لي مارشي اللي هو لو مارشي دو كابيتو. سيت ان مارشي كي مي اون غولاسيون لي زاجون كي يون ان بوزوان اي اون كاباسيتي دو فينونسمون. هنا كنهضر على ان مارشي اللي كيجمع الناس اللي عندهم الفائض في الفلوس، والناس اللي عندهم رغبة او اللي عندهم نقص في الفلوس. مثلا انا عندي واحد المدخول اللي كيخليني انني ندير ليبارني. ليبارني هو التوفير. الوغ كو عندي بزاف ديال الفلوس، هاد الفلوس هادو اللي عندي بزاف فين كنمشي نحطهم؟ كنحطهم في لا بانك باغ اكزومبل. لا بانك شنو كدير ملي كيجي عندها شي واحد باش ياخد ان كريدي؟ شنو كدير لا بانك؟ كتعطيه من هاد الفلوس هادو. يعني انا عندي زيادة ديال الفلوس كنمشي نحطهم في لا بانك. لا بانك شنو كدير؟ كتعطيهم لدوك الناس اللي عندهم نقص في الفلوس. هذا هو لو مارشي دو كابيتو بصفة عامة. لي زوفر هما لي زاجون ايون اون كاباسيتي دو فينانسمون، هما الناس اللي عندهم يعني كاباسيتي دو فينانسمون، قدرة على التمويل، يعني عندهم زيادة في الفلوس. هادو هما لي زوفر، يعني كيعرضوا دوك الفلوس يمشيو يحطوهم في لي بنك، هذا بحد ذاته راه اوفر. بالنسبة لي دوموندور هما لي زاجون ايون ان بوزوان دو فينانسمون، هما لي زاجون يعني الناس اللي عندهم مونك نقص في التمويل، كيمشيو عند الابناك باش كياخدو دوك لي كريدي. لو بيان ايشانجي سي لي كابيتو، رؤوس الاموال. لو بري سي لو طو دانتيغ. مثلا انت ملي كتمشي للابونك كتاخد واحد القرض، هذا القرض هذا راه كتاخدو بواحد نسبة الفائدة، هذيك نسبة الفائدة هو لو بري دو مارشي بالنسبة لو مارشي دو كابيتو. غومارك، لو مارشي دو شانج بو افواغ دو سيستيم دو شانج. يعني بالنسبة للمارشي دو شونج راه كيكون فيه جوج ديال أنظمة الصرف، أسافوار لو شونج فيكس، الصرف الثابت. سيت ان سيستيم دو شونج دون لوكيل ان بيي مانتيان لا باريتي دو ستابل اونتر سا موني اي لا ديفيز اترونجير. هنا الدولة شنو كدير في هذا لو سيستيم هذا؟ كتحدد واحد لا باريتي دو شونج. يعني مثلا كنقول باللي واحد الاورو كيسوى لي 10.5 دراهم، توجو سوا طلع الصرف سوا هبط الصرف ديما 10.5 دراهم، كيكون ان سيستيم فيكس يعني ثابت، يعني ما كيتغيرش. اما لو سيستيم دو شونج في لو طون او لا فاريابل، يعني متغير او لا العائم، بحال اللي دارت الدولة المغربية مؤخرا، دارت تعويم العملة او تعويم الدرهم. Dans ce cas, la valeur de la monnaie nationale n'est pas fixée d'avance, mais elle change selon les changements du marché. C'est-à-dire qu'elle est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une équivalence à la bien sûr, il y a l'équivalence bien sûr, il y a l'équivalence à en général. Il y a le change fixe et le change flottant ou la variable. Bien, les compartiments du marché de capitaux. Le marché de capitaux a deux compartiments. Il y a le marché de capitaux a fait juge des marchés. Fait le marché financier ou fait le marché monétaire. Le marché financier, c'est un marché de capitaux à long terme. Il y a qui fait amaliyat la nature d'un durable ou la à long terme. Dans ce marché, on peut trouver deux marchés. Marché primaire et marché secondaire.
الوغ تبعوا معايا، ديروا واحد الشيما في البال ديالكم او لا رسموها في شي ورقه الا كانت حداكم. مارشي دو كابيتو راه فيه جوج ديال لي مارشي، فيه مارشي فينونسي وفيه مارشي مونيتير. والمارشي فينونسي راه بحد ذاته راه فيه دو مارشي، مارشي بريمير اي مارشي سكوندير. سي بون، لو مارشي بريمير سي لو مارشي دو لا بروميير ايميسيون دي زاكتيف فينونسي. شنو هما لي زاكتيف فينونسي؟ لي زاكتيف فينونسي هما الاسهم. سي بون، الوغ كو مثلا انا اونتربريز بغيت ندخل لا بورس، البورصه، نولي يعني كوتي اون بورس، يعني عندي بلاصتي في لا بورس. سي بون، ملي غنمشي نحط الاسهم ديالي في لا بورس الاول مره راح كنحطهم في لو مارشي بريمير. يعني المارشي بريمير هو المارشي اللي كيجمع ليا الناس اللي كيحطوا الاسهم ديالهم الاول مره. سي بون، اسم على مسمى مارشي بريمير. لو مارشي سكوندير سي لو مارشي دي زاكتيف فينونسي ديجا اكزيستون، اللي ديجا يعني كاينين، ديجا حطيت يعني لي زاكتيف ديالي، لي زاكتيف فينونسي ديالي، الاسهم ديالي في لو مارشي بريمير، باش نجي نحطهم للمره الثانيه. ما غنحطهمش في لو مارشي بريمير، مي غنحطهم في ان مارشي اللي هو كي سابيل مارشي سكوندير. سي بون، هادي بالنسبه لو مارشي فينونسي. دابا غندوزو نشوفو النوع الثاني ديال لي مارشي في المارشي دو كابيتو، اللي هو لو مارشي مونيتير. سي لو مارشي دي كابيتو ا كور تيرم كي كومبرون مارشي دي تي سي ان. Ce marché est destiné aux agents qui désirent placer ou emprunter la monnaie contre des titres de créance négociables. يعني هذا المارشي هذا موجه للناس اللي باغيين انهم سوا يحطوا يعني فلوسهم يبلاسيوهم، او لا ياخذوا قروض بالمقابل ديال لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. هاد لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل يعني تيتر دو كريونس نيغوسيابل هي بحال واحد الورقه كتكون فيها القيمة ديال داك سواء القرض أو لا القيمة ديال داك الشيء اللي شريتي، يعني ديال دوك الفلوس اللي خديتي. ألوغ كو كيكون عندها واحد ليشيونس، ليشيونس يعني واحد الآجال كتسالى المدة ديالها. مثلا هاد التيتخ هادي مثلا شريت أنا واحد التيتخ القيمة ديالها 5000 درهم، ألوغ كو كيكون عندها واحد ايشيونس مثلا من هنا 6 شهور نقدر انني نبيعها وتجيب ليا مثلا 6500 درهم. يعني كيكون واحد لي ريفوني ديالها كيكونوا يعني فيكس او لا معروفين في الاول ديال لا بيريود ملي كتاخذهم. سي بون، اسونسيلمون دي بون دو تريزور ايمي بار ليتا. يعني هاد لي تي سي ان لي كيخرجوهم l'État, les quatre régions de l'État, qui sont des bons de trésor. Des certificats de dépôt émis par les sociétés financières, yani les sociétés financières, les quatre régions des TCN, qui sont des certificats de dépôt, yani qui sont des sociétés, les sociétés, les sociétés, les sociétés. Et des billets de trésorerie émis par les entreprises, yani les entreprises qui créent des TCN, yana, qui sont des billets de trésorerie. اخر مارشي اللي عندنا اللي هو داخل في لو مارشي مونيتير، عندنا مارشي انتر بونكير. لو مارشي انتر بونكير اي تان مارشي كي مي اون غولاسيون او ماتيير دو بلاسمون اون برين لي زيتابليسمون دو كريدي لي زان او زوتر سو لو كونترول دو لا بان بنك المغرب. الوغ لو مارشي انتر بونكير اسم على مسمى انتر بونكير. لو مارشي انتر بونكير كيجمع كاع لي بنك مع بعضياتهم. مثلا دارت واحد لوبيراسيون ما بين مثلا بي ام سي بنك وما بين سي اش بنك، هاد لوبيراسيون هادي كتدخل في نطاق لو مارشي انتر بونكير. يعني دو بنك عملوا واحد لوبيراسيون، يعني مارشي انتر بونكير، ولكن ديما سو لو كونترول، تحت المراقبه ديال لا بان. لا بان هي لا بانك دي بنك، هي لا بانك سنترال، هو البنك المركزي. اي دوله عندها بنك مركزي ديالها. هنا في المغرب البنك المركزي كيتسمى بنك المغرب، بي ا ام، هذاك الشيء تسمى لابام. سي بون، الوغ الدرس ديال لو مارشي تسالا. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان واستفدتوا منه. على فيديو بروشان ان شاء الله، اللي غندير لكم دي زيكزارسيس بخصوص هذا الدرس.